لحظة تاريخية مش بس أنقذت مصر، لا نقدر نقول إنها أنقذت المنطقة العربية بأكملها. اللحظة اللي خرج فيها الفريق عبد الفتاح السيسي وقتها لإنقاذ قلب العروبة من أصحاب الأجندة السوداء، الجماعة اللي استباحت دماء المصريين ونفذ إرادة الشعب المصري اللي نزل بالملايين رافض جماعة الشر ووضع خارطة الطريق مفادها. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا. في الوقت ده خرج ملايين الملايين من المصريين زي الأمواج في فرحة عارمة، لكن كان في مكيدة كبرى بتحاك للشعب المصري، مكيدة بتحاك بمساعدة أيادي الشر في الخفاء. قرروا الوقوف في وجه مصر وهدمها باعتصام ربعة والنهضة الدموي والخروج في مظاهرات تخريبية مستمرة لهدم الدولة المصرية. ووقتها قال الرئيس: مرة تانية أو يبقى فيه حاجة خارج السلطة، ده هيتم مجابهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابهته بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده. في دولة، والدولة دي ليها سلطان، والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي ما في سلاح يترفع إلا سلاح الدولة، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني. ولن ينسى الشعب المصري الوقفة البطولية للدول العربية في وقت المحنة، إن في أعقاب فض رابعة والنهضة رد الفعل الدولي كان عامل إزاي. افتكروا كويس، وافتكروا الموقف اللي الشريف العظيم للمملكة العربية السعودية. أنا بقول لكم يا مصريين عشان دي نقاط لازم تتوقفوا قدامها وما تروحش منكم أبدا. لما اتحصل ده طبعا طلعت كلام وهم كانوا مستعدين للمظلومية، في ان هم يقولوا ان الاف ماتت، 3000 و4000 ده طبعا هم عملوا كده ونشروا ده للعالم كله، والقنوات قامت بالدور، ومؤسسات الدولة اللي كانت في وضع صعب ما كانتش قادرة تقوم بمجابهة ده. فلا، وهيطلع إجراءات، وقد تكون الإجراءات دي إجراءات عقابية من بواسطة المنظمة الدولية مجلس الأمن. هنا بدأت مصر تستغل كل ثانية في التنمية المستدامة ورفعت شعار مفيش وقت هيضيع تاني، فأبهر المصريين العالم بسواعد أبنائها اللي حولوا الصحراء الجرداء لجنة خضراء وبذلوا عرقهم في منتجات كتيرة وضع عليها اسم بكل فخر صنع في مصر. وبالتوازي كان علينا أيضا مواجهة التحدي الآخر والأكبر الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر. وقد ساهم وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري العريق في دعم جهود الدولة للمضي قدما
نحو المسار الذي اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا. 30 يونيو حكاية كبيرة، ملحمة بطولة مليانة تفاصيل، وده كان جزء صغير بيفكرنا بتفاصيل في الرحلة يمكن ننساها مع الأيام.